شهدت محافظات تونسية متعددة احتجاجات قادها عاطلون عن العمل بعد رفض الرئيس قيس سعيد تفعيل قانون أقره البرلمان قبل أكثر من سنة يقضي بتشغيل من تجاوزت بطالتهم 10 سنوات. ولوحت تنسيقيات العاطلين عن العمل بتصعيد الاحتجاجات داعية السلطات إلى توفير بدائل حقيقية لهم. بعد أن وقعه سابقا، الرئيس قيس سعيد يصف قانون تشغيل من طالت بطالتهم بقانون الترضيات وبيع الأوهام. يرى سعيد أن القانون جاء لامتصاص الغضب الشعبي وليس للتطبيق، وأن الدولة تحتاج لانتدابات تخلق الثروة وليس العكس. أن القانون هو قانون الدولة التونسية وينفذ كقانون من قوانينها كما يذيل أي نص قانوني آخر. ولكن حتى يعلم الجميع، وضع هذا القانون في تلك الفترة لاحتواء الغضب وليس للتطبيق ولا للتنفيذ. وأنتم اللي قاعدين في القصور. تصريحات سعيد قوبلت برفض كبير من قبل الشباب الذين يشملهم القانون من خريجي الجامعات الذين لم ينالوا حظهم في التشغيل، معتبرين أن الرئيس تنكر لهم، متهمين إياه بأنه شريك في بيع الأوهام. منى العكرمي إحدى هؤلاء الشباب تقول إن الملف يجب إبعاده عن التجاذبات السياسية. صراحة برشا ناس تعبت وبرشا ناس استنيت، معناها طيلة 10 سنوات، إذا ما قلناش قبل 10 سنوات احنا من عهود، معناها نستناو في إنصافنا ونعرفوا اللي الثورة قامت على أساس مطلب الحرية والكرامة، واللي المطلب هذا ما تحقق منه حتى شيء طيلة 10 سنوات. كان القانون منذ إقراره في منتصف العام 2020 محط جدل واسع باعتبار الصعوبات التي تواجه المالية العمومية وحالة الركود الاقتصادي، لكن تساؤل اليوم هو عن مدى التزام الدولة بتعهداتها وتطبيق قوانين أقرت من أعلى هرم السلطة. حالة من اليأس والإحباط دبت في نفوس المشمولين بهذا القانون، فبرأيهم لا يجدر بالرئيس التراجع عن تطبيقه بعد أن وقع عليه، بل عليه أن يمدهم بحلول بديلة تحفظ كرامتهم وتمكنهم من مقاومات العيش الكريم. علي الجسمي، العربي، تونس،